أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سفرتنا، معكم إيهاب بن رجب، ورجعنا لكم بحلقة جديدة بوصفات جديدة سهلة وبسيطة زي ما عودناكم دائما. اليوم حلقتنا حتكون يعني حتستقطب شريحة ضخمة جدا من الناس، لأن احنا بداية الليبيين حبوا الحوت، حاجة فيها حوت فيعني خلاص فهذه يعني اللوجو بتاعنا، ولكن لما تكون وصفة صحية بالحوت فهنا حيكون كلها التكنيك. مشاهدي الكرام أيضا حتكون وصفة مميزة جدا، وهي حتكون وصفة رز لكن حتكون على طريقتي، إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. طبعا أيضا نحب نذكركم إن احنا على الهواء مباشر، للتواصل معنا بإمكانكم إنكم ترسلونا عبر الأرقام المتاحة أمامكم عبر الشاشة 021-366-11-01 021-366-11-02 021-366-11-03 وأيضا بإمكانكم إنكم تتواصلوا معنا عبر أرقام الفايبر اللي أيضا موجودة أمامكم عبر الشاشة، وكذلك أيضا لو حابين تتواصلوا معنا بإمكانكم ترسلونا أيضا عبر الأرقام الواتس لو أيضا حابين إنكم تستفسروا أو تشاركوا معنا حلقتنا لليوم. أكيد طبعا المنبر مفتوح للكل، حدا نستقبل مكالماتكم واستفساراتكم وكل أسئلتكم يلي تتعلق بالطبخ. طبعا اليوم مكوناتنا يعني اعتقد يعني لنسبه كبيره او نسبه 90% انها متاحه في كل منزل ليبي، يعني المكونات الموجوده اللي نحركوا بها احنا عاده في تطيبنا اليومي، ولكن حنديروها بوزنه حتكون مختلفه في الطعام. خلونا نتعرفوا مع بعضنا على وصفتنا اليوم حتى نحضروها مع بعضنا. المكونات امامكم على الشاشه، نتمنى لكم تدوها سكرين شوت وتحفظوها. وصفتنا لليوم بالنسبة لوصفة رز بالحوت على طريقة الشيف إيهاب، نحتاج لي 4 أكواب من الرز البسمتي، عليهم فيليه حوت أو كامل، يعني تبوا حوت شرايح أو ساردينة أو مرجان كامل مثلا أو قاروس، الحوت المتوفر عندكم. عندنا 4 فصوص من التومة، 3 قرون من الفلفل، 4 حبات من الطماطم، 2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم اللي هو متعارف علينا نحن بطماطم الحكة، 1/4 كوب من زيت الزيتون، 1 ملعقة من الملح، 1 ملعقة صغيرة من الكركم، 1 ملعقة صغيرة من الكمون، 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار، عندنا 0.5 ملعقة صغيرة من الكروية، 2 كوب من الماء للصلصة، وعندنا 1 لتر للرز. طبعا هي الوصفة صحية مناسبة لل يعني مديرين حمية وكي، لكن أنا قدرت لكم الكيال الكبيرة ولأن بيكم تطيبوها للعائلة كلها، لأن هي الوصفة للأمانة مش يعني طعمتها مش مختلفة، يعني طعمتها نفس الحاجات الحوت اللي نحبوها احنا، لكن هي في نفس الوقت صحية. أول شيء لتحضير الوصفة نبدأ برز ولول باش يطيب، يعني نبوك الشباب يعني يتناولوا رز طايب. أنا عندي هنا كمية من عندي طنجرة حنحط عليها زيت زيتون، نبدأ بالرز هو الأول باش نخلوه يطيب باش بعدين نبدأ بتجهيز الصلصة بتاعتنا. حطينا كمية من زيت الزيتون، عندي رز بسمتي، أنا رز بسمتي نوعه كويس فمفيش داعي إني نغسله، يعني هو معبى بطريقة إلكترونية، لكن لو خديتوه بالكيلو ضروري ما بتعطوك غسلة وحطوه. حطينا رز البسمتي بنقلبها، نبي نتأكد إن شن يصير للرز يمتص شوية من الزيت أو يتغلف حبات الرز متاعي من الزيت. العادة من الجرامر في المطبخ إن الرز بالحوت يكون لونه أصفر، فبنضيف عليه شوية كركم اختياري، تعمل علقة صغيرة باسم الكركم بنزلوها عليهم والملح. تمام؟ وبنقلبوه.
شفتوا طبعا عندي هنا حبات الرز شن صار لها، تغلفت كلها بالزيت والكركم اللي ضفناه والملح. تمام، طبعا احنا بنضيفه كركم مش ابزار، لان الابزار فسط حرارات وفسط قرفه، واكيد ما ينفعش في الحوت النكهات هي. فبنضيف طول الميه والميه متعلن تغطي لي الرز بهذا الشكل، تكون مستوى الميه مرتفعه على الرز واحد انش يعني للحزه الاولى من الخط متاع اصبعكم، لكن ممكن نعطيها لكم العيار او الكيال الاسهل لكل طاسه رز، بس ما تبي زوز طواسم ميه. تو احنا هنا بنخلوه يغلي، هو مكشوف بالشكل هذا، نبوه يغلي هو مكشوف وبعدين نبوه نغطوه. هذا بالنسبه لي الرز متاعنا. تو نبوه ننتقله للجزئية الثانية عندنا احنا هنا. أول شيء نبغى ناخذ طنجرة. طنجرة بالشكل هي. بنحطوا فيها أيضاً كمية من زيت الزيتون. تمام؟ وعندنا هنا فلفل، عندي مثلا 4 قرون من الفلفل الحار، نبغى ناخذوهم. وشو بنديروهم الفلفل متاعنا هما؟ خلينا بس نلبس جلافز. الفلفل هو نبغى نشقوه بالموس الخضره وبنحطوا له ملح. شفتوا الفلفل متاعنا موازينه يكون حار بالشكل هذا، نبغى نشقوه بالموس الخضرة العادي، نطويك شقة بس. وكل شقة توا دناها في الفلفل بنحط لها شوية ملح وشوية كمون، كمون حوت. شوية ملح وكمون. طبعا الاكل الترابلسي عادة غني بالكمون والحوت، احنا حتى في الفول في ديما عندنا يعني الملح والكمون اساسي. احنا تو شنو درنا؟ قاعدين نكهو في الفلفل متاعنا بالملح والكمون. طبعا بناخذ الفلفل متاعنا هو وبنحطوه في زيت الزيتون. انا طبعا شو بندير؟ بنكه الزيت متاعي بالفلفل. الخطوة الثانية بنجيب تومة. عندنا قلنا 4 فصوص من التومة. التومة تحتاج للموس الثاني. تمام. ناخذ التومة توا احنا هنا بنجيبه هي اللي يدقوا بها، بنحطوا فيها فصوص التومة متاعنا. تمام، على التومة هنا تو بنحطوا لها ملح وبندقوها. ردوا بالكم هنا تحطوا كمون، لاحظ في هلبة ناس تحط كمون لما يدقوا في التومة، راو يمرمر منكم الكمون، يعني يبدا هيك يمر شوية، يعني الكمون حنقول لكم امتى نحطوه. هنا نحطوا ملح بس. تمام، ضقناهم ولكن مهروس بالشكل هو، حنخلوهم على جنب. حنجوا هنا تو للفلفل، نرجع للفلفل نشوفوا شو صاير عندنا في الفلفل هنا. انا المفروض اجيب المسكات. تمام، ما افضل
حنجوز تو الفلفل متاعنا نشوفوه كيف دا التحميرة هي عطوكي قلبة. شوفتو التحميرة هي متاع الفلفل عندنا احنا هنا الحوت. طبعا الحوت انتم مناش تفضلوا الحوت هو شو بنديروا له احنا هنا الحوت طبعا اللي انتم تحبوه اللي بناخذوا عليه بنديروا له رشه ملح بس الحوت هيك زي التتبيله خفيفه نديروها للحوت بتاعنا بالملح رشوا عليه ملح الحوت ملحوه وبعدين نبولها ايضا فلفل اسود شوية فلفل أسود كذلك تمام وحطوا له أيضا شوية كمون شوية كزبر شوية كروية تمام حنجو توا للفلفل ناخذ الفلفل متاعنا اللي قليناه وعطيناه القلية هذه تمام شفتوا الفلفل خدا اللون الذهبي هو توا احنا هنا بعد ما حمرنا الفلفل وخلينا يكتسب اللون هذا وفي نفس الوقت تبلنا الحوت حنخليه الحوت حتوى عندي هنا على جنب الخطوة وطبعا فرمنا التومة الخطوة الثانية بنجيبها هنا طبعا طفينا على الزيت اللي كان فيه الفلفل الخطوة الثانية بنجيب طماطم أخضر وبالموس الخضرة نبو نقص الطماطم متاعنا أول شيء بنخلص بس من الشريحة هي تمام نقصوا الطماطم متاعنا البودرة هي يلي هنا بنحاول اننا ننحيها مش البذور كلها الفجاه هي بس الخضرة هي نحاول الحين نتخلصوا منها ونبو نفرمو الطماطم لمكعبات تمام فرمنا هنا الطماطم امتعنا توا بنرجعوا للطنجره اللي كان فيها الزيت اللي قلينا فيه الفلفل الاخضر بنحط عليهم تو احنا الطماطم هنا مش التومه حطينا طماطم هو الاول وبنقلبهم نبي طماطم ياخذ من زيت الفلفل وفي نفس الوقت يعني ينزل مية طماطم عندنا احنا طبعا راهو ما نديروش في حرايمي باش ما نبيش يعني الوصفه تكون متقاربه او شيء هذه الصوص بروحها تو شفتوا احنا الطماطم هنا بعد ما اعطيناه زي التسبيكه هي او زي القليه هي بيك الطماطم ينزل ميته شو بندير تو الخطوه الثانيه بنجيب التومه يلي عندنا حنجيب التومه وبننزلوها على الطماطم
بنقلب توا التومة مع الطماطم الأخضر والزيت اللي كان فيه الفلفل. توا احنا هنا بننزلوا التوابل متاعنا يلي هما شوية الكمون، الكمون الحوت، والكمون الحوت خليكم حريصين ما تكتروش هلبة لأنها راهو يمرمر عادة. بنحطوا شوية الكروية وشوية الكزبر والملح، شوية الكركم، بنقلب توه ما نضيف توا طماطم الحكة. نبو توا طماطم الحكة يتقلب معهم يتسبك، لو حسيناهم بجفوا شوية بسبب التوابل يعني حتمتص شوية من الزيت، فبنزودوا لك شوية زيت زيتون معهم وبنقلب. توا السر كله هنا، ضروري ما نبي الطماطم يتحمص عندي مع التوابل اللي ضفناها والتومة. كل ما حمصنا هنا معجون الطماطم عندنا، كل ما اكتسبنا الطعم اللي احنا نبوه. ولما نحمصوا معجون الطماطم حتى الجروسية اللي عادة احنا نخافوا منها في التطيب تختفي، لأن قاعد نعطي في فرصة للطماطم المعجونة عندي هنا الطيب. تمام. تو بنزودوا فلفل الاحمر الحار، تعرفوا ماكلة الحوت ديما تبكي تكون ناشطة شوية، وبنقلبهم مع بعضهم. وتو بنجيب المية، المية كيف الطريقة؟ بنحط شوية وبنوقف، يعني تو انا قاعد نحل في الطماطم الحكة معي بالمية، حطينا شوية مية صح؟ وبنقلب تو. شفتوا كيف؟ حطوش المية كلها مرة واحدة، حطوا ميتنا بالتدريج وبنقلبه. مجرد ما حطينا ميتنا احنا بنغطوهم وبخلوها كي تاخذ غلوة خفيفة، تاخذ غلوة كي غلوتين على النار. طبعا الملاحظة بس تاني، أنا عندي بطاطا حمرتها في الفرن، نبو ناخذوها وبنطلعوها، يعني بطاطا عادي جدا قصتها مكعبات، وحطيناها حطيت عليها ملح وزيت زيتون وخليتها في الفرن لين تحمرت. دي اخذ منكم ديما يا 30 35 دقيقة لين تتحمر عندكم البطاطا. بنرجع بنشوفوا احنا الصوص هنا، شفتوا كيف بدا يغلي هيك الصوص عندنا؟ لما يغلي الصوص بالطريقة هي او بالشكل هذا، فأنا هنا شو المفروض؟ نخليه يغلي شوية، يعني ياخذ هيك الغلوة هي الأولى ضروري. علاش؟ لأن الغلوة هي الأولى هي يلي تطيب لي في الطماطم. أول ما غلي عندي الصوص بالشكل هذا أو خدا هيك الغلوة الأولى، بنزود لها مية ونقلبه. تو احنا هنا عدلنا الميه متاعها، ضروري ما تعدلوا ميه الصوص متاعكم قبل ما تضيفوا الحوت عندكم. حنجيبوا تو الحوت يلي تبلته في بدايه الحلقه، بناخذوه بنحطوه على الصوص بهذا الشكل.
نجيب المشبك الثاني افضل. بنزلوا الحوت بتاعنا يلي تبناه. بعد ما حطينا الحوت يلي عندنا احنا هنا نبو نغطوه ونخلوه على النار، ياخذ وقت ديما من مثلا احنا نقوله من 10 دقائق لربع ساعة لين يطيب عندنا الحوت كويس. بنعدل بس مية الرز ورز نغطوه وننقصه عليه النار بحيث نبو الرز عندنا يعني الرز عندنا يمتص كل المية يلي فيه ويطيب عندنا رز كويس. احنا ما بنحوهم مش محتاجينهم. حاول هيك نوضبوا شوي الكاونتر. انا دايما نقول الوصفات الحوت بالمجمل العام يعني مميزة، يعني لانها وصفات الحوت احنا بالذات نحبوها هلبة، فلكن ديما ما عندناش التنوع، يعني ما نتنوعوش ديما. الحوت عندنا يا كسكسي يا مكرونة أو كتباهج، فجربوه بالرز في تست لطيف جدا وجميل، وأنا درتها بطريقة أولا صحية، ثانيا كيف نقولها لكم يعني ثانيا يعني بنفس النكهات اللي احنا نحبوها، يعني مش نكهات جديدة أو فيك فليفر مختلف، يعني النكهات المتعودين عليها يلي متفقين عليها ككل. حنجيب تونا هنا البطاطا اللي عندنا اللي انا حمرتها قبل شويه، وممكن نحتاج ايضا ل ممكن تحطها وهي عادي كفيه لها بالغرض. انا عندي هنا طاوه تمام بهذا الشكل نجففوها بس، وبناخذ توا البطاطا اللي انا حمرتها قبل شويه في الفرن، قصيناها مكعبات عادي جدا. ناخذ معنا اتصال الاخت ام يوسف من مدينه طرابلس. اخت ام يوسف اسعد الله مساك، مساك طيب. يسعد الله مساك، نهارك طيب، شو الاخبار اخت ام يوسف؟ لا الحمد لله، شو اخبارك انت؟ الحمد لله في نعمه، طمنين عليك، ان شاء الله بخير يا رب. الحمد لله بخير. الحمد لله، تفضلي. نبي نستفسر على بنزين الحوت. البازين بالحوت المرقة. حاضر، حنسموها لك ان شاء الله باذن الله. عندك سؤال ثاني؟ لا لا مشكور خي، الله يفتح عليك، كل قدوخ بارك الله فيك. شكرا، شكرا لحضرتك. ماشي تمام. نرجع للوصفة بس بعدين نسمو الأخت أم يوسف البازين بالحوت. بالنسبة طبعا احنا هنا عندنا البطاطا زي ما شفتوا اللي حمرناها في الفرن، لكن احنا شو بنديروها البطاطا؟ بنرش عليها شوية كمون وشوية بابريكا أو فلفل أحمر حار لو تحبوا مثلا طعمات الحارة، كزبر والكروية. هي فيها ملح لكن نزيدوا لها شوية ملح. تمام. احنا شو درنا تو هنا؟ أعطينا زي فليفر أو تتبيلة هيك للبطاطا. شوية فلفل أسود كذلك. نلحموها بشوية فلفل أسود. وراح نضيف عليها مكعب من الزبدة. تمام، هي الزبده هي اختياريه ما هيش اساسيه عندي في الوصفه، لكن الزبده هنا راح تعطي نكهه للبطاطا وفي نفس الوقت حتجمع لي البهارات كلها مع بعضها. حنرجع لها احنا طوال البطاطا، خلينا بس نشوف الرز بتاعنا شو صاير فيه. بشويه
الشوكة بس نتأكدوا من الرز. شن أخبارة؟ الله يبارك. شايفينك قاعدك يطيب على مهلة، على وشك أنا يطيب. هنا عندنا الرز. هاي طبعا مشاهدين الكرام، خلونا ما بين ما الرز عندي طاب باش بعدين نحطه على البطاطا، حنمشي لفاصل قصير جدا وبعدها راجعين لكم باش نكملوا مع بعضنا باقي الوصفة. فاصل وراجعين. شركة الدوفان للمطابخ والديكور، مطابخ أكريليك مميزة بأحدث الأشكال والألوان، مطابخ عصرية ذات جودة عالية، الدقة في التصميم وسهولة الاستخدام. للاطلاع على منتجاتنا الرجاء زيارة صالة العرض فرع تاجوراء غوتش بالقرب من مصحة المتوسط. للمزيد من الاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 091-810-030 091-810-040. الدوفان، فن صناعة الآثار. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين الكرام بعد الفاصل، إن شاء الله غير ما كناش عطلنا عليكم. طبعا حاب نذكركم بوصفتنا لليوم يلي حضرناها، اللي هي وصفة رز بالحوت على طريقة الشيف إيهاب. خلونا نشوف مع بعضنا مكوناتنا على الشاشة وكيف حضرنا الوصفة. بالنسبة لوصفتنا لليوم هو رز بالحوت على طريقتي، أول شيء طبعا هذه البطاطا اللي احنا حمرناها، هذا مكعب زبدة، شوية تبس حنسخنوه مع النار. بالنسبة للرز بالحوت على طريقة شيف إيهاب نحتاج لأربع أكواب رز بسمتي عليهم فيليه حوت أو حوت كامل، أربع فصوص من التومة، ثلاثة قرون من الفلفل الحار، أربع حبات من الطماطم، اثنين ملعقة كبيرة من معجون الطماطم، ربع كوب من الزيت زيتون، ملعقة كبيرة من الملح، ملعقة صغيرة من الكمون، معهم أيضا ملعقة صغيرة من الكركم، ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار، نصف ملعقة صغيرة من الكروية، ممكن تضيفوا معهم كزبر، 2 كوب من المية للصلصة، وعندنا لترة مية للرز. هذه المكونات يلي عندنا. أول شيء توا احنا هنا عندنا مرقة الحوت قاعدة على النار والرز نفس الشيء. بنجيب توا هنا بس البطاطا اللي ضفت لها التوابل والزبدة، نبي نحطها على النار، نبي الزبدة تسخن بس هي اللي بيها نبيها تجمع لي البهارات اللي عندنا. فكرة البطاطا عبارة عن شنو؟ خدينا البطاطا قشرناها وقصناها مكعبات على ورقة زبدة، حطيناها شوية ملح زيت زيتون، دخلناها الفرن على درجة حرارة 180، تاخذ منكم من 30 ل 35 دقيقة لين تتحمر. طلعناها ضفنا لها شوية بهارات، نفس بهارات متاع الحوت، مع ملعقة من الزبدة، وبنقلبوا توا البطاطا متاعتنا بحيث الزبدة عندنا تدوب وتاخذ من كل هالنكهات. مهم جدا نبوا الزبدة عندنا تدوب لأن هي راح تجمع لي النكهات عندنا. شاف لو واضحة عندكم هنا كيف البطاطا بدت هيك شوية تتحمر وتاخذ من النكهات الموجودة. لو ضفنا زيت زيتون عليها اللي هي فيها زيت زيتون مش حتحافظ عليه قرمشتها، وحين البطاطا تكون فيها زي القرمشة هيك جميلة جدا. تمام، هذه بالنسبة لل البطاطا بتاعتنا. خلينا بس نتأكدوا، وعادة من نادر جدا ما ندوق في وصفاتي، لكن اليوم متأكد بس من الصوص قبل ما نطفوا عليه. الله يبارك، شوفوه كيف مرقته خاطرة ومتعقدة صح. بسم الله، ربي يبارك، مظبوطة بالضبط المرقة. بنت الحوت اللي فيها ما شاء الله.
تمام. احنا تو عندنا هنا البطاطا خلاص يعني دابت الزبده واخذت من كل النكهات. بناخذ تو البطاطا بتاعتنا ونحطوها على جنب، وبالتالي بناخذ بس المرقه الحوت. خلينا ممكن ناخذ المنديل. نحطها هنا بحيث ان نبوها جف عندنا مرقه الرز او ميه الرز اكثر. عندي ايضا هنا مكعب من الزبده، حنضيف عليه الرز، مكعب من الزبده. نقلبك الرز بهدوء ونبغى المكعب يدوب من حراره الرز نفسه. تمام، لان تو المكعب عندنا يدوب اخر شيء نضيفوه. احنا عندنا هنا تو خلاص مفروض ان الحوت اصبح جاهز، يعني كالمرقه بتاعه او الصوص بتاعه طاب كويس. في اضافه حنضيفوها وهي رح تعطيكم نكهه يعني اللي بتعزز بنه الحوت، هنتكلم عليها عشان هي الاضافه هي بالضبط. خلينا بس ناخذ الشبت. نكتب امورنا كلها واضحه. تمام، النكهه او المكون اللي بيعزز لي طعمه الحوت اللي هو الخل. عندي حوالي ملعقتين من الخل بنضيفه مع المرقه بتاعتنا هنا، راح يعطيكم نكهه الحوت بشكل خرافيه يعني اول حاجه. ثاني شيء بيعزز البنة عندكم. خل أبيض العادي حنطفو بيها هنا المرقة بتاعتنا. تحريكة بس خفيفة. الله يبارك، شيء يعني جميل جدا. آخر حاجة تو احنا مفروض بنضيفوها اللي هي الشبت. حنجيب شوية شبت فرمة ناعمة. هو اصلا انا شبت بسرعه ما ينفرم ناعم. وبناخذ توا الشبت وبنحطوه على الرز. كتوش هلبة شبت لانها الطعم تقويه شويه، بس نحطوها احنا الشبت هنا ونطفوا عليه. وبنقلبوا توا الشبت يلي ضفناه مع الرز. حيعطيك نكهة جميلة جدا. تو حنقدمه الوصفة. حنجيبه فلوكة. عندنا الفلوكة بالشكل هذا. وبنبدو تو نغرفه. حنجيب الرز. بسم الله. وننزلوه. الله يبارك، يعني شفتوا كيف حبة حبة عندنا احنا هنا رز ما شاء الله. الشبت عاطي طعمة يعني خرافية للأمانة الحق. واللي ما يحبش الشبت أو ما يحبش طعمته مش حيبان على فكرة أنا فيها شبت، لكن ممكن تستبدلوه بمعدنوس. أنا يعني عموما مش يعني ما هياش أعشابي المفضلة الشبت، لكن في الوصفة هي بالذات نحب نديرها شبت لأنها فعلا هيك تعطي نكهة جميلة جدا للوصفة. الله يبارك، شوفوا شوفوا ما شاء الله الرز كيف عندنا احنا هنا. تمام، وليمة هي فعلا الوصفة، هي بجديات وليمة.
على قداش معناه لما نطيب في الرز يعني هيك يعني من الوصفات اللي فعلا نحب نتعامل معها، وعقداش ما هي من الوصفات ناجحه. شوفوا يعني بالله عليكم كيف ما فيش اي شيء لاصق ولا اي شيء يعني بجديات بصراحه يعني للامانه الحق ولا اللي بيكم تجربوا الوصفه هي زي ما هي، رغم ان الوصفه ما فيهاش زيت هلبة وما فيهاش سعرات زياده، لكن فعلا الوصفه فيها طعم جميل جدا. توا الخطوه الثانيه يلي هي نبغى نستفوا شنو الحوت نتاعنا، بس انا توا بنحاول هيك على قد ما نقدر شنو نساوي الفلوكه بتاعتنا بالشكل هو. وقبل ما بنحط اي شيء نبغى ناخذ من الصوص، الصوص نتاع المرقه بتاعتنا هي بناخده منها وبنسقوها من فوق هيك زي توا. مرقة الحوت هي نحطوها هيك عليهم من فوق. يا سلام يعني بجديات شيء إبداع. تمام، حطينا مرقتنا. توا شو بنديرو؟ بناخدو الحوت. بس بنقرب التنجرة عندنا هنا. نستفو الحوت متاعنا كلها كنعبوها بهبرة الحوت. المرقة اللي فضلت هي أنا ننصح تخلوها على جنب يعني يليب بزيادة بعدين لما احنا نقول لما يغرف يضيف زيادة، مش سقوها بها كلها يتحول رز مبكبك بعدين. تمام، توا شو بندير؟ خلينا بس نعطي مسحة للفلوكة باش نقدر نتخيل الرسمة كيف تاع الطبق. هنجيبوا الفلفل، عرفتوا ما هو الفلفل ولا اللي حمرناه في بداية الوصفة. الزيت هو اللي يفضل متاع الفلفل بنحطوه كي من فوق عليهم. لا ما تنسوش ان احنا شنو الزيت نتاع الفلفل هو نفسه اللي درنا له البهارات لو تتفكروا في بداية الحلقة. تمام، توا شو بنديروا احنا هنا؟ عندي البطاطا وبنحطوا البطاطا متاعتنا. بنحطوا هيك البطاطا بنوزعوها.
نوزع البطاطا بتاعتنا على الرز. طبعا الاخت ام يوسف طلبت مني وصفه بازين الحوت. انا باذن الله هو حياخذ مني شويه وقت لانه في التسماء. هو عموما احنا اعطيك بالطريقه يلي متعارف عليها، هي طبعا البازين يكون يطيب على النار. بالنسبه للمرقه، طيبي مرقه الحرايمي العاديه جدا اللي احنا طبعا كده نعرفوها، هي شبيهه بمرقتنا، هي غير مغرة طماطم مخضر ومغير كزبر كرويه طبعا. بهي خلينا بس نحط شويه الشبت معهم. تمام، نطيبوا مرقتنا نفس لقطة فلفل هوا اللي نقلوه حتى احنا نديروها. بعدين شو بنديروا؟ نبوا ناخذوا دقيق الشعير، نبوا نعجنوه بمية ويتشكل عندنا لعجينة تكون قاسية شوية مش تكون رطبة. وبناخذوا هنا مية تغلي على النار، أول ما تغلي بنحط لها شوية ملح وبنحطوا فيها عجينة البازين. طبعا عجينة البازين بنديروها طبعا احنا كور، بنقسموها مثلا الكيلو مثلا بنقسموه لخمسة ستة قرصات، ولو تبي يطيب لك اسرع كل قرصه تدير فيها حفره في النص ودخليهم فص الميه من غير ما تغطيهم، خليهم يغلوا. دي ما ياخذ منك نص ساعه ساعه الى ربع. تاخذي بعدين البازين بتقيميها الكرات تحطيهم في التنجره وبتعصديهم او تبي تسبكيهم. بعدين بتضيفي لو حسيتي العجينه تبي شويه ميه باش تتلين معك زيدي لها ميه الشعير نفس اللي كان يغلفها. خلاص بتحطيها، بعدين بتحطي فوقها الخليط بتاع او مرقه الحرايمي اللي فيها الحوت المفضل عندك. طبعا اهم شيء بصل، ما فيهاش مرقه البازيل ما فيهاش بصل، هي شبيهه بمرقه حرايمي لكن تكون خفيفه شويه مش زي رزن الحرايمي، تكون شويه يعني خفيفه شويه باش لان باش الواحد ياكل البازيل معها. وباذن الله مرات تجينا هيك فرصه ونديروها على الهواء، ولو ان البازيل والعصيدة صعب يندارو على الهواء بحكم في الاستوديو يعني، لكن هذه بالنسبة للوصفة. وإحنا خليك على صفحة سفرتنا راح ننزل لك فيديو تفصيلي لها بإذن الله. هذه بالنسبة لي وصفتنا لليوم، أنا كملت المنديل كله. نأخذ آخر بس رولا أخيرة من المنديل بس نعطوا آخر مسحة للكاونتر بهذا الشكل. تمام مشاهدينا الكرام، هذه الرز يلي درناه رز بالحوت على طريقتي من الوصفات الشهية جدا. حاجة يعني شو بنقول لكم، فخمة وراقية، وتحضيرها سهل جدا وبسيط، حاجة يعني اللي يحبها قلبكم. وتتصوروا ان الوصفة هي صحية ويعني تناسب الدايت وتناسب لو تقدروا تاكلوها في الرجيم كده الكمية هي كلها يعني تكون اصغر. يعني انا بيكم الوصفة هي على قد ما هي صحية لكن ديروها للعيلة كلها لانها فعلا من الوصفات يلي تستحق التجربة. فلوكة كزي هي يعني تودوا بك أحبابكم ومعازيمكم وضيوفكم وعائلتكم نفس الشيء من الوصفات يلي فعلا تستحق التجربة. أعزائي المشاهدين وصلنا لختام حلقتنا لليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالحلقة زي ما استمتعت معكم. لين اللقاء يوم السبت المقبل حنحضروا فيها نوع حلويات مميز جدا، استنوني بإذن الله كل سبت وثلاث ساعة الثالثة مساء. الإعادة حد وأربع ساعة 11 الصبح، الحلقة تنزل كاملة عبر صفحة سفرتنا عبر فيسبوك. شوفوكم على خيرة الله في حلقات جديدة مميزة من برنامجكم سفرتنا، نتلاقوا على خيرة الله إن شاء الله. تحياتي للجميع. Oh, 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 oh